هانت يا دكتور، قول لها دقيقتين وترتاح على طول. يعني ايه؟ يعني لما تيجي الفلاشة هنخلص على اخوك وبعد كده نخلص عليك. بلاش افترا، بلاش افترا بقى. ايه ده حكومة حكومة؟ استنى انا اللي مبهلك، انا اللي مبهلك. ده نور بيه. تمام يا نور بيه. هو ده المكان يا زمرة؟ هو ده الهنجر يا فندم، ومعاهم جوه رشاشات واربيجيهات اف سي بي اس 16. بس قلنا يا باشا ما تقولهمش ان انا اللي بلغت. تقلقش يا زمرة، خليكم انتوا هنا بس ما حدش يتحرك. تمام يا فندم. قول عايز اتحرك، تتحرك بتاع المقاومة اضرب. توقعني توقعني يا عمر. ابد على صابه، ابد على صابه. الحمد لله الحمد لله. فين مراد؟ وكالة 64 ده. مراد اهو. يا بس انت وهو. على السلامه يا مراد. يلا يا بس. الله يسلمك يا فندم، متشكر جدا. شكرا على وقتك. شكرين يا نور بيه، شكرين. الحمد لله على السلامه يا مراد. الحمد لله على السلامه يا مراد. الحمد لله على السلامه. حبيب قلب اخويا. حبيب. هابي سارت نيو. وانت طيب. افراح. حبيب اختك. حبيبتي حبيبتي. مين ده زمر؟ ده السواق بتاعنا. مالناش دعوه. بس انت عملت الواجب معاه وزياده. ما تقولش كده يا مراد، ده انت زي اخويا. زي اخوك ايه يا اهبل؟ ده اخوك. ما انا عارف، بتحرجني ليه هما بيقولوها كده؟ الواد ده طلع راجل قوي قوي بجد. عمل معايا اللي ما حدش عمله. عمل ايه؟ عمل ايه؟ خلاص بقى يا مراد، انا ما كنتش عايز احكي. لا احكي والنبي يا زماره. احنا واحنا جوه دخل عليا خمسه ومعاهم رشاشات، رحت انا راجع لورا عسليه، راحوا ربطوني. ايوه هار اسود. اعمل ايه بس افراح؟ ما هم خمسه وانا احنا اتنين بس. ماشي يا زماره. انت زعلتي؟ ايوه. ما انا ما سكتش، انا فكيت نفسي. رحت جاي راجع لورا. راحوا ربطوني تاني. بقول لكم خمسه معاهم رشاشات واحنا الاتنين لوحدينا. اقول لهم ان انا اللي هربتك؟ خلاص بقى خلاص. خلاص الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حبيب عمرو. اشوفك اشوف وشك بقى. مش مقدر مجهودي. مين ده؟ ماشي اهم حاجه الحمد لله على السلامه. مين ده؟ ده السواق بتاعه. انتوا جايبين اتنين سواقين يشتغلوا عند بعض. ايوه مراد. اشوف وشكم بخير ان شاء الله. الكارت بتاعي هو بقى، لو حضرتك احتجت اي حاجه هنا في مصر انا تحت امرك. لا هنا في مصر ايه، انا مسافر امريكا. لا يبقى الوش التاني بالانجليزي اهو. لو في اي قضايا تموينيه ولا حاجه هناك انا تحت امرك. انت قلت ايه؟ مسافر امريكا. لا يا مراد، شغل هناك. محدش هياخدك مننا تاني. زمار انا بشتغل هناك يا زمار، عندي شغل. اه عندك شغل. ايوه. يعني انت خلاص هتسافر امريكا؟ اه. طب وبالنسبة للجاكيت ده، يا ترى هيروح معاك امريكا ولا زمارة؟ لا زمارة، اول ما اوصل امريكا هبعته لزمارة. تمام. اخويا حبيبي. نعم يا افراح. ما تنساش بقى اختك افراح بالدولارات، اصل انا عايزة اتشور، هتجوز الواد ده ونفسي اجيب ملاية مطرزة. مطرزة؟ لو لقيت حاجة مطرزة في امريكا هبعتها لك. ماشي. تعالى بنتي كده بنت. عايز ايه يا عسلية؟ انت مش عارف انا عملت ايه بقى. قول لي. اكتب عندك. اه. عايز ترنج فاميماس؟ اه. ايه؟ ترنج افاميموس. اه عارف. وترنج فانكي. اه. واتنين فانكي. اخلص بقى. دول في العتبة، دول مش في امريكا. احنا عشمالين فيك يا اخونا. يعني كنت طبعا في الساعة اللي مع سعادتك يعني. بس بس. مين ده؟ مين ده؟ اسكت بقى. ساعة. مين ده؟ على فكرة يا عمرو، انا مش ناسي موضوع الورث. الحمد لله. وهتنازل. لا اوعى تتنازل يا مراد. يا ابني عادي. اخويا ما يتنازلش يا جدعان. احتفظ بكرامتك. يا ابني دي الورقة اللي احنا مستنيينها كلنا. اتنازل على الورث؟ لا اتنازل اتنازل يا اخويا حبيبي. ربنا يخليك لينا يا حبيبي. حبيبي تروح ما ترجعش ان شاء الله حبيبي. تروح قصدي ترجع. ترلزة ها؟ حاضر. ما تنسانيش. على السلامة. الحمد لله. على السلامة يا جاي من السفر، وحشانا الابتسامة وشك والله القمر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. كان الله في العون، كان الله في العون يا أستاذ نعمان. أبوس إيدك بقى، القضية اللي جاية شوف لنا حاجة في المحليات. تعبنا بقى من الناس العالمية والشحططة دي. اه والنبي يا أستاذ نعمان، شوف لنا حاجة قريبة منين؟ يعني لو تشوف لنا أخ عندكم في العمارة هنا يا ريت. وأنا بشوف لك شقة إيجار يالا. ما هو اللي بمد إيدي بطلعهولك بتاخده. الله. اهو من غير لا سحر ولا شعوذ. اتفضل. انا اهو اتفضل اهو.
بسم الله. اتفضل. العقد دوت بيثبت ان امبابة اتجوزت واحد شامي وهي بتغني في حفلاتها في الشام، والصورة اللي معاك ده هي يا حبيبي صورة اختك. فشل في الاتصال، حتى الاتصال فشل، حاول مرة اخرى. فشل في الاتصال، خرب بيت ده نت على دي قهوة على دي حارة. او العا. ايوة يا نجمة، اجيب لك شيشة وحاجة ساقعة؟ انت ليه بتختارني المشاريب؟ ما تدي فرصة لبقي يختار يا اخي. بقولك يا ولع، ما تخليك جدع وتقولي رقم الواي فاي. المعلم غير الرقم بتاع الواي فاي عشان الزباين اللي بتيجي تقعد يومين على القهوة بتشرب 50 شاي وتنزل لها 3 افلام. زباين؟ يا الوجع، انا زبون برضو يا ولع. يا اخي ده كلها كام يوم وهنغير اليافطة بتاعت المعلم بتاعك ونكتب المعلم زمارة. والله العظيم انا اول ما استلم القهوة دي همشيك من القهوة ولع. بلاش يا معلم، اوعى تقطع عيش، ده انا بقالي 10 سنين معاك من ساعة ما خدت القهوة. 10 سنين؟ ايه الكذب ده والوسعان اللي انت موسعه؟ انا عشت معاك يا نجم، عشت. خلاص هرجعك الشغل، بس تقول لي رقم الواي فاي. رقم الواي فاي؟ اقول لك. كلمة السر كبير. استنى واحد مركز معايا، في حاجة؟ بنزل لي طلبات، في حاجة؟ 3 اصفار 0 0 0 0 0. طب ما تقول 8 اصفار، انت بتكبر دورك في القهوة؟ ما تشكيلة كده يا نجم. خلاص روح يا ولع. روح يا ولع انت، يلا روح. حاضر يا متر. ايه لقط معاك؟ اهو لقط اهو. ابعت صفحة الفن. الفن؟ حفلات الأسبوع. حفلات الأسبوع؟ حفلات بالحا ولا بالفه؟ حفلات. حفلات أهو. مطربات. شاهد ممنوع من الحذف. أيوه. هو إيه اللي شاهد ممنوع من الحذف؟ خلاص أهو. ركز. هي دي؟ يا عم دي هيفاء وهبي دي. إيه ده؟ هي دي هيفاء وهبي؟ أمال. وأنا اللي فاكرها الليسا؟ قلب. هي دي؟ إيه؟ دي الست ام كلثوم الله يرحمها. يا عم انا عارف الست ام كلثوم، انا بتكلم على اللي وراها. واللي وراها ده راجل يا زماره. عم الاصابجي، انا بتكلم على اللي تحتيهم ده. ايوه. دي بطل السوبر يا معلم. وبطل الدوري كمان. جرايا يا عمرو. انت بتكلمني عاكس واحده ممكن تطلع اختي؟ يا رب تطلع اختي. يا رب تطلع اختك انت. لا ان شاء الله تطلع اختك انت. طب يا رب تطلع اختي ولع. يا عم افعل الله ولا فعلك. خلاص تبقى اخته لاخته بقى. بس ما نعكسهاش لحد ما يظهر لها اخ. ماشي خلاص. شوف لنا بقى ميعاد الحفله والتذاكر. هات الخانه دي يا عم. صلد كويس في الحديد والصلد قريبه مننا يا غبي. صلد يعني التذاكر كلها اتباعت. خلاص ننط من على السور. مش هينفع زماره، ده مسرح كبير وسكيورتي وامن وقصه. خلاص اطلب لك واحد شاي. ايه علاقة الشاي بالموضوع؟ انا قلت لقيك يعني وعبال ما افكر في اي صرف. انا محبط قوي يا عمرو. انا حاسس بيك يالا زمارة، انت اصيل يالا. انت نفسك تلم اخواتك في حضنك كده وتطبطبوا على بعض؟ لا طبعا. امال نفسك في ايه يالا؟ انا نفسي اشرب موز باللبن. ايه عرفتوا هتعملوا ايه؟ معرفناش. ليه؟ هو انت قلت حاجة؟ والله ما قلت حاجة. انت قلت حاجة؟ لا. انت قلت حاجة؟ والله العظيم ما قلت. خلاص يبقى يلا ننزل تاني. اظن كده عرفت هتعملوا ايه. انت بتستهبل، انت قلت حاجة؟ برضه ما قلتش. يا ابني انت بقالك ساعة تحت. هو المفروض انا اللي اقول. مالك؟ انا متلخبط بصراحة. ليه بقى؟ عشان الخطوط دي المفروض تبقى بالعرض. يا ابني لا، التانية دي الحريمي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ تعال. يلا. ما احنا لسه جايين من تحت. دي الدلتا. الدلتا؟ في ايه؟ مستغربين كده ليه؟ والله العظيم دي الدلتا. والله العظيم دي الدلتا. انا بحسبها مثلث عادي. ابو دي ايه؟ دي مكنة اي تي ام عادي. تي ام. انا قريت للقارئ الشاعر ممدوح زكي ان فعلا المكنة دي اي تي بي تي ام. بتدي تي دي ام؟
الشاعر القارئ بيكتب ويقرا لنفسه. اسكت خالص يا غبي. ودي يا عمر دي مصر والسودان. هاي وعارفها بتبقى زحمه على طول. بس يا غبي قصده شركه مصر والسودان بتاعت اللانشا. بس يا جعان دي النقطه اللي احنا هنتحرك منها للحفله. ايوه بس انا عايز اعرف يا عمر هي الحفله فين هنا؟ الحفله مش هنا. الحفله هنا في المهندسين. المهندسين فاضي قوي ليه كده؟ ايه يما عامله ايه يما دلوقتي؟ معلش يا حبيبتي انا مقصره معاكي، بس والله العظيم طول النهار في المحل وطول الليل بلف مع اخواتي. انا عارفه ان انا مقصره معاكي. طمنيني عليكي عامله ايه؟ لا زعلانه منك. معلش عليا. فطرتي بيت؟ لا ما فطرتش. خدي البقسماطيه دي. هو ده بقسماط يما؟ اه بيعملوا لي مخصوص فرن زعتوت. ما تقلقيش يا افراح، قابلتي حلو بس هي اللي تتدلع علينا. ولا وطلع لك حس وبتردي؟ طبعا مهلولة المفترية دي اللي عمالة تبلبعلي في حاجات كان زماني دلوقتي في عنفواني قمت بطلتك. اخرصي. ما تقلقوش يا جماعة، هي بقالها كام يوم حالتها مستقرة طبيعية. طبيعية؟ لا أنا مش طبيعية. بتهدي في حيلي ليه يا وليا؟ هتكون مصيبة عليكم واللي هتديهولي. قولي لي يا بنت لقيتي اخواته كل حد منهم؟ ما تقلقيش ياما. لا قلقانة. لا إن شاء الله احنا رايحين مشوار كده أنا واخواتي وبإذن الله هيبقى خير. ادعي لنا أنتِ بس. حاضر. ادعي لنا ها؟ حاضر. ايه بقى تاكل قرف؟ ادعيكم الهي يا رب بحق جاه النبي ياخدكم كلكم عشان انا ما بقتش عارفه مين ولادي ومين مش ولادي ودول مين. انا مش عارفه حاجه. بس 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 بجد انا مبسوطه جدا ان احنا اتقابلنا. الاحساس اللي انا حاسه بيه دلوقتي عمري ما حسيته قبل كده. ربنا يخليكوا ليا وما نبعدش عن بعض تاني. يا رب يا اختي. احنا تعبنا قوي عشان ندور عليك يا اختي.
عشان انت اختي والاخت اخت. كان نفسي نتلم زي زمان ونقعد مع بعض. زمان ايه؟ انا لسه جايبينا دلوقتي. بس كان هي ما سالتش اسكن بقى ونقعد نتلم مع بعض وناكل لقمه هنيه كف ميه. عشان كده انا مش عايز غير حاجه واحده بس، عايز جاكيت جلد وموبايل بكاميرتين. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فيها افراح ما هي نجمه. خلاص اشتروا سكوتي ب 500 جنيه. خلاص هاتي لي ربع لانشون حلواني. احترم نفسك بقى. اخوك عسليه خريج معهد كونسرفوار. اسمه معهد كونسرفاتوار. ايوه هو دوت. والله العظيم ثلاثه اللي عامل لك لحن هيكسر مصر. ايه ده انت بتلحن؟ هو بصراحه يعني اخويا زمار ملحن كبير قوي. قلت لها ليه بس يا عسليه؟ اصل انا بيني وبينك يعني بلحن بيني وبين نفسي. انا كنت طالب منك طلب كده، كوتش مقاس 40. ايه ده؟ انت مقاسك 40؟ اه. يعني انت اللي بتشيل الفرش من الكتاشي بتاعتي وتاخدها؟ بصمة حياتي. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما تحترموا نفسكم انتوا الاثنين. عايزينها تقول علينا ايه؟ بنستغلها؟ قلة الادب دي. منورة يا حبيبتي. انت بتلبسي النمرتين؟ ميديم. انا كمان بلبس ميديم. حلو قوي الجاكيت ده، هياكل منك حته. ما يغلاش عليكي يا حبيبتي. وعارفه بقى لو البنطلون معاه هيبقى طقم تحفه. خدي التيشيرت بالمره. ربنا يخليكي، يبقى فاضل الكوتشي. اتفضلي يا حبيبتي. على فكره يا نجمه، انا ممكن امسك لك كل اعمالك في اي حته، في مصر، في دبي، في كفر الشيخ، اي مكان تتخيليه، ومن غير اتعاب. على فكره انا عندي المانجر بتاعي. لا انت مش محتاجه مانجر، انت محتاجه مدير اعمال. جرى ايه يا استاذه عمرو دياب؟ وانت خش جوه انت يا جدع. اختي يا جدع. ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه. عايز خيبوش او السيوخ الاي دي جوي اللي دخل الحياه ده بقى ما يعديش من تحت ايدي. اه خلي بالك دي نجمه كبيره جدا في عالم المشاهير والشهره، بس فيسبوك وتيك توك وانت بتعملها لايك اوعى تعملك بلوك. مين قال لك انها تعدي يا صاحبي؟ احنا اللي هنعدي. بس لما ارسم لها الخطه اللي في دماغي. ايه ده يا خابوش؟ انت بتعرف ترسم؟ انا كنت فاكرك حيامي بس بصراحه. هات الشاي ده. اتفضل يا استاذ فنان. لا يا سام يا سام، بص بيكاسو. واو. البت دي كبيرها تتكمر في الخن، ونطلب اللي يقدرنا عليه شرنا. فاتوه يا خيبوش، ايه الخطه؟ يا نهار اسود، ما انا لسه قايل لك دلوقتي، كبيرها نكمرها في الخن، ولا عايزني اعلق حياتي في وسط الحاره واقول ان احنا نضيعها حريقة؟ خلاص يا مونياز. ايه يا خيبوش الجو اللي انت بتعمله بتاع حسن حسني ده؟ هتتشهي انت كده؟ هتتشهي انت، تحبسنا كده؟ خلاص يا ابو مصطفى خدش جوه. ده ما خيبوش فيه. انا بس كنت عايز افهم يا صاحبي ايه هو الكلام. كلام هنقوله والسلام هنسمعه، المهم دلوقتي يلا بينا نقوم على الخن عشان نحط الخطه العريضه. الخطه العريضه بتقدم في المشاريع الصغيره انت يا خيبوش. يا عم قوم قوم اخلص. سؤال صغنن بس قبل ما نقوم، سؤال اجيومي، يعني ايه خن؟ يا عم قوم يا عم قوم. خلاص خلاص يا خيبوش. بيروح يا خيبوش في ايه؟ اتفضل يا أختي يا فينا يا مرتبك موهنينا. اتفضل يا أختي يا فينا يا مرتبك موهنينا. اتفضل شكليتا شكليتا.
ما نعرفهمش ياما، جيراني جيراني ياما. امر سلمي يا فندم. اجري يا عم، انت بتاكل صريخه في البيت بتاعي؟ وانت مين انت يا واد؟ انت شبه البورصه انت. حبيبي ابن زريق. وبعدين انت عايز امك؟ زريق بلا زريق بلا نيله. وايه امك وامه دي؟ امك على امه تبقى انا امك، انتوا الاثنين. يبقى اختي.